الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين كسو جري موضوع كساب صنا سجود التلاوة وين كسو جري فصل إذا قرأ السجدة الصاد أضر روح آخر يا سجود دمرك الصاد موضع سجود الصاد أي كسو قنطهي فمن قال إنها من عزائم السجود كي إلى هذا وحي كم تهي سجودها كو دمرك مؤكد كابي كم تهي قال يسجد وحي روا سجوديا سواء قرأها في الصلاة أو خارجا منها وعيسكم إذا إنه أخرية صلاة قده كو أخرية إيهين صلاة الدبده إذا كو أخرية فرق مكة له كسائر السجدات سيدة سجودها كلابا آيين فرق أكل لهاين أضي صلاة كترته وصلاة قده تهي إيهدي تهي وقت أن صلاة كتر مدولبا. وأما الشافعي وغيره ممن قال ليست من عزائم السجود إمام الشافعي غير كيس وأهاتي عدة لي أنت وحين نغنيسا بياني نغنيس ممن قال وأهاتي عدة لي ليست من عزائم السجود كما مدها سجودها كوة أدغ مؤكد كأكما مدها فقالوا وحي الهدين إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود أدو الروح أخريه موضع سجود الصاد خارج الصلاة سجل صلاة كترين وأخريه استحب له السجود حلوك عليه السنة يا الله سمين يا إنو سجوده لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها صابتنا وحيتا النبي صلى الله عليه وسلم بسجودي كما قدمناه سينصه هرمريني أو شاقنيبا وإن قرأها في الصلاة هدو أخريه موضع سجود الصاد هدوكو أخريه صلاة قده إذا لم يسجد ما سجود يا أيو شافعي إذا مركا قولك كل صعطة ليست من عزائم السجود كل صعطة لم يسجد ما سجود أيوه. فإن سجد هدو سجود وهو جاهل أو ناس سجد جاهل أو أن قرنين إن أن صلاة قده هذا لغ سجود سجود الصاد أو ناس أما يسجد إلا سن سجوده وبقرن يو أجا لكن حالة سهو أي سجود سجد غافل أو إلا سن أيوم موضعي سجود حصوصتي عزائمتين إن كم إذا هينا محصوصا دم دوا سجودي لم تبطل صلاته ما بريس سراديسه ولكن يسجد للسهوي هيا شوى سجود يا السهوي بو سجود يا سهوي درادي والسجود السهوي والله إيمان يا وأيه حرض الإسقى الساهية وإلا وشيا خصوصا أي سجود وإن كان عالما الدقرنا أي يعني حرض أنه إلا السنين عامد نوها حوشي ذا عالم عامد حالدا غفلة إلا وشيه كغمص قلن وحصوصنا وانا قرن ايي وانا أبرير عزائمتين كم ذا هين وقرني أساس أخبي فالصحيح أنه تبطل صلاته أو الكصحيح وحي هاي أنه تبطل صلاته وين صلاة يسب ريسو لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت صابت وحيها تو صلاة يسب ريسا وعكوك الرئي صلاة قده هذا وحن صلاة كم ذهين مركا صلاة وابرتين كما لو سجد للشكر عي صلاة وبرئيسا صلاة وبرئيسا هدو سجود لها صلاة قده هذا سجود الشكر سجود لها وصلاة يسوى كتشرة أيوم بوحو أغادي أمام مخلي يعني شيء نعمة عصبه راضي يا نعمة فرحد وين له أيو حالة دام مخلي أمام أغادي مركا سجود الشكر بده هذا يسي سجود صلاة وكتشرة هو سجوده شكرا لله بو سجوده فإنه تبطل صلاته بلا خلاف سجود الشكر هذا صلاة قده هذا سجوده صلاة سوى بريسا حال خلاف كم مرنت بريسا وعلماء الإسلام قشر والثاني قول كاللباد مقابل الصحيحة وحويها لا تبطل ما بريسا لأن له تعلقا بالصلاة ما بريسا وأيه سجودا لتعلق بي صلاة لا هذا هاي ونوع سجود التلاوة لكن عزائمتهم بين كم ذا هاي قراءة قده هذه بأن السجود إياه قراءة صلاة اللغة أخرين إياه أدام القرآن كي صلاة اللغة أخرين إياه يعني مركا لا سجود هي سجود داس ولو عزيمة بيين أهانة صلاة بوريميس المقابل الصحيح يعني قولك الصحيح أو الصحيح عند الشافعي أنه تبطل قولك لو مقابل الصحيح إليه شافعي إذا لفتدوا قولك كلاو حليه لا تبطل تعليل كي سنوحه يهي لأن له تعلقا بالصلاة ولو سجد إمامه في صاد هذه الروح إمام كيس السجوده سورة الصاد قده هذا أي سجودي
وحو إمامك السجود اللي كونه يعتقدها من العزائم أهانشيس إمامك أهذا من اعتقاد سن الرميس السجود الصاد أي كمتها سجودها مؤكد كأي عزائم تأي كمتها والمأموم لا يعتقدها مأموم كن الصدى أمقب أم اعتقاد سن ومأموم كحوقب عزائم السجود إنه كمتها هيا شيء إمامك وحوقب عزائم السجود إنه كمتها إلا مذهب كيسو كعم الفلا يا إمامك والسجود فلا يتابعه مأمومك كل راعي ما يه بل يفارقه وكفارق يا بي الهدين أو وبكبقو السنة يا صلاة وإسكرنا ما يسترنيا انتو كبقو السنة وقطع نية الاقتداء لي ما دو نيادي كدا يشد كإمام لغن يي انتو شره أي سلاة سإسكي سأولنا ما يسترنيا سنو سلام منفرد أوتو كنان ووجه أو ينتظره أموى السغياء أصير لما يسترن وقصن ما يه يكربو يرحينا يا يا صير لما يسترن وقام قصن أيوه هذا مركا سجود دمبانو كل راعين الركن يجي مركي وكسقنا يا قيام كا أيو كسق يا إمامك أنتو سجود تكسوك عيو اقتداء جن هالكبو كوض يا يو وسدي سقط ضيانا يا الراعية يا بل يفارقه أو ينتظره قائما فإذا انتظره هدو سكتو وانو قوصن نية الاقتداء يسرنا ما يسترن انو اوضا قوصن او الى هذا انتو سجودي سصور لما يسرنا ايو قيام كوغو امان ايو قيام كاغ سيكو وسيتا قنو هدو سيلا اسوغو هل يسجد للسهوي هدو سجود السهوي ما لا امان ايا مثل لا امان ما ايو فيه وجهاني اقصوغا المسألة ذا اللبوتي ايا قصوغا يعني مذهبت الشافعي قصوغا الأظهر لا يسجد وشيء مو قد كبضل لي وإن السجودين سجود السهو وإن السجود بس أنا ذا وهل كان شيخ كجاه الله يا وحيكون صاب سنتا السجود الصاد ويكون صاب سنتا سجود الصاد نهارين أصوا عرقنا علماء دين يسوع خلاف سيهين عزائم السجود بيكم تهاي هي كمان مدأها إن لا يلاهدو سجود الصاد لما بس سجود ينا ده يضوى بغلطه وإسكع الضحي ولو علماء قاركوها قباني وكيل عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بان أركو سجود أيه ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها عبد الله بن عباس وحشاق حديث البخاري سوي اجتهادك سوحة ويري عزائم السجود كما مضاها انت سوى فتوى دي عبد الله بن عباس ويا أمر السجود لأمر ياكم الصنة أمر سجود لأمر يا كم الصغنى فخر راكعا وأناب يعني إنه يعني دعا حال الركوع أيه أي آيات الشيء ركوع ذنا وغير السجود ركوع ذي سجود وكل الدوانتا سجود لأمانا أما سجود لأمر يا كم الصغنى سأسأود عزائمتي سجود ما هو مواضيع ذي كل السجود لما مدها وحلقات الصوديون نبي نبي هذا كم مده أو ضبط مركا إلهي دمداف ويديستي إلهينا أولا عاي حال الركوعي يعني ساسا لشيك ولو مركا كناية عن السجود هبا أهاتو مركا ما دام يسيد أصطحي وخطاب إنك اللينا أمر أيو ماشا أنو أولين السجود اللي بعد بيو أين ماشا أولين ابن عباس اجتهادك سو حيولا موقتي عزائم السجود كما مدها حتى نوحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بناركو يعني أنتو أخريي سجودي سجود أصاد موضع سجود الصاد انتو اخري اي سجود مركا علماء مسألة ذا ويسكو خلافين سينو رأو سارقني عدي اوقب تعزائم السجود اني كم تهي يهو سجودها كالسل السجود يا سلاد دا قده دا يدبد دا يدبا اي سجود التلاوة حارتا اولا ايمان ايان وي سجود التلاوة كالا اولا متا عدي هذا اوقب تعين عزائم السجود كم تهي اما سجود الشكر ها كعبران اما هاي لاذا وسجود التلاوة لكن مؤكد يضو معها هذان الصلاه كجري انه سجود ايو مستحب ايو تاين السجود شككم ما تشرو فعل النبي قال او دليله لكن صلاه قدهد ما سجود ايا مسمى سجود اي شهو حتى الماما الى السجود اي سجود الصاد هذه اللي هي عزائم السجود كما مدها صلاه قدهد لا قول ما ايمان كره اي مركه صلاه لقى بحسيهم بالسجود اي سجود الصاد هذو صلاه قدهد سجوده كبر وكلا قاضي الشيخ يو من روح عن قرنين أها أما الروح ولو قرن لكن موضعا إلاوي إن عزائم السجود كم مد أهين بو إلاوي
deedo waa sujuuday marku ka soo toosun ba xusuusta xalka caynkaasa salaadiisi buri mayso laakiin ilaw shiyaha u ilaaway sujuudu sahwi wa inuu la yimaada leannahu saha waa sahwiyey hadduu laakiin garanayay una bareeray wuxuu garanayay cazaa'im sujuud inay ka mid ahay waana u bareeray inuu sujuudo oo sahwi ugama dhicin xalka caynkaasa qalad inuu la yimi waa la garanayaa hayeshe salaadiisu ma buraysaa mise buri mayso laba qowl baa ku jira sheekhu wuxuu yidhi qowlka saxiixa cinda shaaficiya waa inay burayso salaadiisu inay burayso xagee laga qaadanaya tacliil ayuu dariishaday tacliilkaasi wuxuu yahay salaadii waxaan ka mid ahayn buu ku daro ku kordhiyey marka salaadii waa buraysaa sida sujuudu shukri hadduu salaada gudaheeda kula yimaado siday u burayso ayay markaa tan u buraysa sujuudu shukri hadduu salaada gudaheeda kula yimaadana inay burayso waa la isku waafaqsan yahay buu yihi fainahu tabtulu salaatuhu waa kaa shukriga u sujuuday bilaa khilaaf salaadiisu waxay u buraysaa khilaaf la-aan laakiin tan kale haddaan mar sujuudu shukri laysla ogolayn culamada qaarkood ay leeyihin waa sujuudu tilaawo aan casiimo ahayn waxay bacdi leeyihiin taa bigayri khilaafka ama gelayso ee muqaabilu saxiix baa jiro qowl labaad oo shaaficiyadu leedahay oo muqaabilu saxiixa asaxiix marka la yidhaahdo yacni kayru saxiix baa marka muqaabilu ah ya marka qowlka muqaabilka u ahi waa ma burayso waayo tacalluq bay salaada la leedahay wax ajnabi ka ama aha qiraa gudaheed baa lagu sujuudayaa qiraadiina salaada lagu akhrinaya marka sidaas ayuu sheekhu tilmaamay sidaas ayuu tilmaamay cala kulli xaal inay casaa'imta ka mid ahayn ayaa kulli saxan saas awadeed waa inaan salaadaha gudaheeda lagu sujuudin sujuudda saad imaamku hadduu isagu u qabo inay cazaa'im sujuud ka mid tahay oo sujuudu tilaawaha kale la mid tahay oo inay ka duwanayn dee wuxuu u sujuudayaa siduu sujuudaha kaleba salaada gudaheeda u sujuudayo marka hadduu sujuudo imaamkii casiimana u qabo maamuumkina aanu sidaa ictiqaadsanayn muxuu yeelayaa maamuumkina aanu sidaa ictiqaadsanayn muxuu yeelayaa culamada qaarkood waxay leeyihiin waa raacayaa oo yasjudu lisujuudi imaamihi isagu waa taabic inamaa jucila alimaamu liyutama bih imaamka waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo ayaa imaam looga dhigay marka maadaamay sidaas tahay salaadiisuna taabic u tahay salaada imaamka waa inuu raacaa qowlka u sheekhu marayna waxay tahay ma raacayo ee waa ka faaruqaya ama waa sugaya farqiga labada u dhexeeyana waxay tahay midna salaadii buu ka goosanayaa oo isagaa dhammaystiranaya isagoo munfarid ah midna waa sugayaao qiyaamkii buu ku sii sugayaa imaamka ilaa inta imaamku ugu imanayo qiyaamka dabadna halkii buu kala qaadayaa sidii u raacaya labadaa marka siyood mid buu yeelayaa waxayna u egtahay inuu labada dooran siinayo bal yufaariquhu aw yantadirhu qaa'iman hadduu mufaaraqo sameeyo la garayn oo salaaddii dhammaystirto qofkana haddii cudri ku yimaado inuu salaadda niyatuliqtidaaga intuu goosto inuu dhammaystiran karo dee culammada badankoodu waa qabaan waxaanay u daliishadaan xadiiskii ninkii ka goostay mucaad kaasay u daliishadaan inkastoo riwaayaadka qaarkood ay caddaynayaan inaanu ku dayashada keliya ka goosanin ee uu salaadii intuu ka baxay meel kale ku tukaday oo riwaayaadka qaarkood baa caddaynaya ninka salaadii intuu ka baxay ayuu meel kale oo markaa dacal kaleoo masjidka ah dacal kaleoo masjidka ka mid a ayuu ku tukaduu sheegaya marka salaadiiba inuu qadciyey ou salaad kale cusub la yimi ayaa markaa riwaayadaasi daahir ku tahay laakiin cala kulli xaal jumhuurku waa daliishadaan marka labadaa mid buu la imanaya bay dhahdeen labadaa mid ayuu la imanaya bay dhahdeen hadduu haddaba sugo imaamkii halkii ugu yimaado halkii uu ka raaco sujuud sahwi ma la imanaya mase lama imanayo wuxuu sheekhu yidhi adhar waxa aynaanu la imanayn waayo ma sahwiin bareedh buu sidan u sameeyey wax sahwiyo ku dhacay ma jirin cala kulli xaal laakiin aalucilmi qaarkood waxay leeyihiin xaalka wuu mutaabacaynayaayo isagu cazaa'im bayaanu u qabine imaamku ku raacaya waana sida ibnu xajar alhaytami saaxibu tuxfa uu yidhi oo wuxuu odhanayaa nacam yasjudu lisujuudi imaamihi kamaa culima mima qaaluhu fii tarki imaamihi alxanafiyi lilqunuut yacni imaamkii markuu sujuudo isagoo cazaa'im u qaba maamuumkin aanu casiimo u qabin waxay noqonaysaa inuu imaamkii ku raaco oo culammadu dee waxay yidhahdaan sida ibnu abilciz uu ku sheegaya fi sharxi caqiidati taxaawiya waxau odhanayaa imaamka iyo khaliifada iyo amiiru lxarbiga yutaacuuna fii mawaadic lijtihaad waxaa lagu adeeca mawaadicu lijtihaadka iyagaa lagu adeecaa ya
وليس عليه أن يطيع أتباعه إساقا ما صار إنه أتباع دي سمرك أطيعه لكن أتباع دي إساقا أطيع ذا صار سأساوذ الشيء اجتهاديا يعني يقال له الرعية مثلا حنفقي إساقا أقبن إن وحوي أما مذهب مذاهب تكمدي يضي أقبن صلاة الصبح إن لقنوض أيا إمامك الشافعي أها مركو صلاة الصبح قنوضه قنوضي كان قوصل مايه من خلافه يوم والله الصمينية والله الصمينية سيد هذا مركب متابعة والله الصمينية أي أشياء ذا كان اجتهادك إستغى الرأي قيسها بخلاف صناته اجتهادك سيهي أما قولك سيهي لكن سيد إمامك أي مركب متابعين يا مركب الرأي يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم حديث البخاري والمحيو الشيقية إمام يالك وإن تجري فإن أصابوا فلكم ولهم هذا أصيبان سيد الصحراء لبدين قرباء أشركا يرنيسا وإن أخطأوا هذي قفانا فلكم وعليهم إذنكو أشركين أردن ما يسترن بايدين السقنا هذي هذا خطأ باي سبايين يا أشركين أردن بايدين كليدهين يقال الدمدو ذا واحد صارا خطأوا أيا صارا سأساودي إن لا يلاهدو والاقا قوصنا يا شيء اجتهادي الله قوصنا يا صحما سأساودي فقه هذا قاركود مسألة أي لهدان روحوا مذهب كيسية مذهب كإمام كيسية هذي خلافان وكقوصنا يا أيها الهدان سائل بذن بسوق لي بابا ممكن مذاهبتي وحيك على دوينهين وحيلها ويسدها شبنين بعض المذاهب وحيو قبان إن هي اللي بكجيل ويسدها شبنين قارنا وحيو قبانين إنه شبنين بعض المذاهب وحيو قبان لقمة مرمان إنه تعيم مدح مسحات الله مسحة يوم مدح ما يستر إلا مسحة لا يكفي مسح البعض طيب إن لما مسحة أن عمامة الله قل ما يسترين إنه كف الليل بعضنا وحيلاه يعني وحي يربى كفر الله تفسير وتميه كم ذا يا أي كفر بيني مذاهب تقارك الله وحي قبان ثم مرك أجنبي قال تاب شد الله تاب تاين ويسد جبريس قال وحي قبان مرك ما جبريس إمامك وحب الله أركي هلم كي جيل وعناي مرك وعناي هلم كي جيلة أي ما ويس سنة سرادي بقرا ما ممكن سرادي ميو كان قصة يا ميو أرنا يا أني أكتا إذا ما ويس سقبه مربح الدهر أقبه إن هو ويس سقبين إلا ويسد هلم كي جيل أكتشبيه كم حرمه هذا إمامك وما قبه هلم كي جيل وإنه ويسد كتشبيه وأنه أركي ما ممكن إنه هلم كي جيل تعني توس مرك إذا مرك أصوات قرايب محراب يا مثلا مسأيش النوع سهدي له سرادي والله كلا قصة يا حكرنا لنا يسمو سمينتين لو يتقن أيها كيمانس يعني تاس أيها كيمانس صنوع سنة وحي نقنا يسا مدو حوي مرك ذا خلد أئمتي هو له الدين لأيه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتابعين تي أئمتي مسأيش خلاف يعين كاسو كلا صلاة دي كمي كالقو سنجر من يكو كالقو سنجر ما أها إمام أئمتي هو ركم دا أيا وحل السعودة بقركي لأسا بقركي باوحو سمي يعني وحان أم علينا إيام أبو يوسف بوها صاحب أبو حنيفة أدو الله بدي صاحب أبو حنيفة متكم دا بوها صام فلان مركزا وحي قبان أدو الروح مركا وحوية للطوبة وديك لغا سيد دايو حنفية دو وحي قبان ويسادو واكا شبايس بقركي أيا مركا للطوبة صلاة دي بودونا إنو قلو إلا بقر ردو يقا داسك تجي تري وخد بدين تري مركا سأل لغو يولي الشيخي إنو أبو يوسف آبان في الأيائي ياتكو حرانا إسا مياتكو قوصاني مركز سبحان الله أمير المؤمنين والله يا أبي سياشا لو يدينا يعني كان وحوية داسك تجينا وأمير المؤمنين كيسان صلاة دي قوصا هذا يسقو حقبة توبين كني إنه ويسدي شبين يوقبة وقركنا واستوبة هذا رأي إمامك وكحرنا يا صلاتي وأي الروح مركز صلاتي إنه وصحي سين وصحي إنه حيكون الصنطة هي باعتقاد نفسي لا باعتقاد غيري سيع اعتقاد كيس يكون الصنطة اعتقاد كغير كل لقمة يجيو على حسب الاعتقاد بيكون الصنطة بس إيش عين كاس علماء الصوخ الخلافين يعني وحيكون الصنطة هاي روح وروح مركز يسقو حقبة هذا يساق قبلها إن واحد ويسد كبيه ويسد سيدا أمسا شيء أنتم لي ما أدو حتى نصر هذا قال لها وحلونا لها ما تكنا يوم متراعي والله ما حرنا يوم لأنه مخالف الاعتقاد يساق اعتقاد كيسا مركا القصة عدو وإنه ويسد كبيه مركا أيضا وحين نغانا يساق حالة داس ما تكني لكن اعتقاد كالنفتي يساق مركا الله أغو تكني صلاة دي سنة وأوى صعي سابع اعتقادي قاعدة رمحيتها من صعد صلاته لنفسه صح لغيره أن يقتدي بها وعلى الغالب كي أي مركا أصحيصه سلاديس نفسي أهانتي سوى أصحيصه غير كي إنا يكون حدا أنه أصحيصه
غيركي إنه كحدان واصحيسا على كل حال مسألة ذا خلاف وكتشرا لكن صيدة الصحاني وصيدة مركة وحي مشايخ ذا قاركوضة التلمام أيان كل إصاصة قوي سن لكن ابن حجر وركيسا وحوكو سابسن يهي مسألة ذا كسابسن هل يسجد للسهوي أي إصاق الدورنا يا إنه السجود أي السهوي هلكو نووي دورتي على ظهر لا يسجد أي إصاق لي يهي يسجد يعني تاسا أي مركة وحي التلمام أيان عيوكتهي يسوي إنه قصة بسنتها مسألة السجود السهوية مسألة مفارقة دي انتظار كما ديدنا صاد مدائن متبادرتها لكن على كل حال قول لي صدق لا إياه إنا لفي عن وأنا شرحني مسائل كلا كل يشبه ذنا واشيقني وأي كم يتهي إمامك وحيالها للراعي عيالها إياه إمدو أمام ذا هبتو اسكو خلافين وإنه مركة تلماني أركودنا خلاف وحيصون نخريان لبضا كفضي قبضا انتظار كي مفارقة مركة إمامك هدو عزيمة أقبه مأمومك إنه كل راعي أي في عن سيدا مسائل شكل الله قم متابعين أيه هذا قنوط هاي هذا غير كي طيبة عيسو الروح أقبة قنوط الصبح إن أنا مركا سنة هين أي هذا أنا مركا إمامك أقبة إن السنة هاي وكم متابعين أيه مركا وحوي كم خلافه فصل في من يصن له السجود وهو فصل يهاي كل لص من يسجود اعلم أنه يصن للقارئ المتطهر بالماء والتراب حيث يجوز أحد وقاته إن لص من أيه للقارئ المتطهر كي قارئ آهاي قرآن كآخرين آيي المتطهر كطهارقاتي بالماء بيها والتراب أم عمود كطهارقاتي حيث يجوز مركي أبنانتهي إنو عمود كطهارقاته أعيد كوكا قبيستاي أبنانتهي وحال الله سنين إياه إنو السجود الله سنين قرآن كينا وآخرين سواء كان في الصلاة أو خارجا منها وحيسكم مدى الصلاة كالسجنائية أما كبح سنائية وحيسكم مدى يعني مر لي بصنة يطه ويصن للمستمع وحكى الله سنين يا إنه سجوده سجود التلاوة كيدا جيسنا يا أودك رارعين يي قراءة يسقون إنه سجود الله سنين يا ويصن أيضا وحكى الله سنين يا أيضا وحول ويصن بصوش يا جي مركز أيضا مركايني للسامع غير المستمع كم مقل يي يعني سقون أودك رارعين ينن يسقون والله سنين يا إنه سجود سجود التلاوة ولكن قال الشافعي رضي الله عنه هيا الشافعي وحول لا أؤكده في حقه كما أتكينا يا إساق النسبة ديسة كالصامعة إساق مقليي لكن مستمعنا هين كما أؤكده في حق المستمع سيدان وأتكينا يا كيدا قيسان يا أودك رارعي نسبة ديسة سيدان وأتكينا يا وسنة مؤكدة أغنقا يا إنه السجود كالصامعة مقليي لكن أنو قصدرين لقيستو استغى مركز سيدا وقعد كين ماي وسنم أكذا وقعد ماي هذا هو الصحيح شيخ وحول قول كاسي سيدا لصو الشاقي وسيدا الصحيح أوي وقال إمام الحرمين من أصحابنا إن يصدح لقول بس جوديان كي قارق آخرين أي كي مستمع أها أين لقيستا وقصدي إيا كي مركا مقل أي إقراض أين لقيستا وقصدي فرق أولي حيوة محي مستمع يا سامع مستمع وحو قصدي أين لقيستا وأنا أولي قرار عني سامعوا وما قصدين أن يستوى لكن هو مقل يدقاه كسو العيس مركا صدح ذبوا الله سنة يقارقي سامعي مستمعي إن صدح ذبوا الله سنة يانا وصلة صحيحة وقال إمام الحرمين من أصحابنا إمام الحرمين وأصحابته يذا كمدي وحوين أبو المعالي الجويني عبد الملك لا يسجد السامع كي مقل يمستمع أنا هين ما سجود يبني أي واحد سجود يقارقي أخرين يقرآنك يا مستمعي لقيسك أقصدائي أي سجودية والمشهور الأول كمشهور كنوحي قول كمشهور كواقول كورا كورا عنا وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها وحيث كم إذا كقارئ قرآن كآخرين يا صلاة كتشرية أو خارجا منها أما الصلاة كبحسنا يا وحيث كم إذا يصن للمستمع والسامع السجود الله سنة يا كيد لقيسنا يي أودك رارعين أي قراءة يكيم مقل أي أنو قصد مذول بوال الله سنة يا السجود سجودا وسواء سجد القارئ أم لا حيسكم إذا قارئ إن السجود أي إن السجود النوى حيسكم يعني مر ليبا هذه قراءة موضع السجدة الآخر يوم إن السجود وحين نقنا إساء السنة قارئ هذا السجود أم يال السجود هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه قول كاسواك صحيحة عن كناء أصحابت إمام الشافعي أكتودة أصحابت الشافعي أكتودة
وكالصحيح عن كنكاء رضي الله عنه. وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه ساسا أبو حنيفة يلي. وقال صاحب البيان وحو يلي العمراني من أصحاب الشافعي وأصحاب الشافعي مركا كمذا لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة لا يسجد ما سجود يا المستمع كي دقي سنيي لقراءة من أخرنتك كي دقي سنيي وما سجود قرأ في الصلاة صلاة قده لك أخرين عن يعني روح عن صلاة كتشرين أي وحم مغلي تنين مركا تكن يو صلاة دي كو أخرين يا قرآن قرآن كو أخرين يا روح كم إذا موضع سجود يدبا كم إذا لا سجود التلاوة لا سجود أي كم إذا مركا كان مستمعا يعني سوق ما سجودي صاحب البيان بساورني وكذا من دون الشيخ صحيح واسد كلام. وقال الصيدلاني شيخ الصيدلاني اللي يلهدا وحاولوا من أصحاب الشافعي أصحاب تيمم الشافعي كم إذا أصحاب وجوه الشافعي ولي بكتشرا لا يسن السجود لما صنينا يسجود إلا أن يسجد القارئ إنه قارئ أخرنا أي قرآن كان أخرنا أي السجود موياني مستمع مقرأ كما سجود أي والصواب الأول أو كالصواب كالصح النواكور ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وفرق يمدح أيين النقضه القارئ في قرآن كآخرين مسلما مسلما النقضه بالغا قانقارا متطهرا طهارقبا رجلا ننأ وبين أن يكون كافرا يين النقضه قال إن النقضه أو سبيا أما المير النقضه أو محدثا أما مدى ويسجبا النقضه أو ويسقب أو امرأة أما مركا قبر النقضه يعني انت مدنا وفرق مدحي امر بحضو روح قرآن اخريو كاخري مسلم بارغو قانقار ومتطهر ونين هالنقضو اما يانو نقوني قبر مسلم هذا هالنقضو اما مركا هالنقضو روح ويسا شبن اما السبي هالنقضو اما الروح قال هالنقضو اللب هالنقضو اما لدي هالنقضو انت مدنا بفرق كمسقنا موضع سجودات هدو اخريو روحو ناقص هذا اما كامل هالنقضو سجود تلاوه الا سجودا وحي نقوني ساسنين هل سجود يسقو أما يان سجودي هذا هو الصحيح عندنا قولك سوى قولك أكتر صحيحة وبه قال أبو حنيفة ساسا أبو حنيفة نيلي وقال بعض أصحابنا وحيث أصحابته إذا الشافعية بعض كمدي شيخ أورنيا لا يسجد لقراءة الكافر والسبي والمحدث والسكران وما السجود أيه قال أخرنت قرآن أخريي ولو موضع سجودات بها أخريي وما السجود أيه سبي هذو أخريه المير السبي أيادو أخريه موضع سجودنا وسجود مايو كان دقي سنية مد مركب محدثة وانطها رقب هذو أخرينا وما السجود أيه والسكراني كي السكران سنة هذو قرآن أخرينا وما السجود أيه بعض أصحاب طيادة كم ذا سيدا يلوي وحل إيقا يا بيلادين حال كعدة مركب قرآن كأخرين إيسائين إيطاهي عد صالحه يعني السجود دي أما عد صالح وآه إمامة دي إنو عد تشيو إهدان الصالح إمامة وآهين أما الصلاة آن الصالح وآهين حال كعين كاسم سجود أيو كيدا قيسان يسجود ما يلا وقال جماعة من السلف وحيدا ذن كوح سلف كم لا يسجد لقراءة المرأة وما سجود أيو قبر القرآن كي آخر ذي دراد ديد السجود ما يلا حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق سيدا هو حشيغي وصو حكايوضي ابن المنذر وعك حكايوضي كشيغي قتادة إيا مالك يا إسحاق والصواب ما قدمناه قولك الصواب كنا وحو ياهي واكينو هرمريني على كل حال مسألة وحو الشيغي الشيخ خلاف أيو تلمامي الروحة قرآن كأخرين يا إنو سجود يا قرن يا سجود التلاوة الروح دقي سنة يا أمام مقل يينا يساقنا وحوي وسجود يا لكن علماء قاركوض وحي كرد غيان مركا سجود قارئ ايا مستمع ما سامع سجوديا وهي كدغنت هي سجودي سيسغه وا تبع مركا تبع وهي ته سجود قارئ قارئ و هو غدغ هي امام او كره مركا ما دام القران كي اسغه انو اخرين وبس و دغيسنايو مركا قارئ سجود ايون بسجوديا لكن الشيخ يسغه حت الماميا قولك صحن الصواب كاهي انو يهي ان كخدنين قارئ انه سجود اي انه سجود امر ليبا يعني مركا سجود ايو مركا تلمامي واين كخدنين سجود قارئ سجوده اين مركا كخدنين تاسيده ايو شيخ تلمامي
marka saas aawadeed ishtiraadka la shartinayo ashyaadaas inuu ilaa ba ilaa qaarigu sujuudo ama ilaa ba ilaa inuu xaalad kaamila ku sugan yahay iyo wax la mid ah wuxuu leeyahay shartinta la shartinayaa dee daliil male haddii shayna la isku qabto waa sharti iyo maya ma aha asalku waa inuu sharti ahay cidda sharti ka dhigaysa waxa looga baahan yahay daliil wailaa falaslu cadamu shartiya وعدم الاشتراط وإن الله شرطين بأصل كن غنيا والله أعلم. فصل في اختصار السجود كان وحو فصل يهي كوبستا سجود لسو كوبا يو ولسو اختصارين يعني لسو قابين وحلو تشيدا يضا قرآن بضن الله أخرين إن وحوية آيات أم الله بالله أخريه موضع السجود التلاوة أي كتر تدادنا للسجود وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد اختصار كا سجود لا سو غابيا اما لا سو اختصارا وحي تهي وينو اخري ايات اما لبا ايادود دبدنا سجودو حكى ابن المنذري عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن السيرين والنخعي واحمد واسحاق انهم كرهوا ذلك الامام ابن المنذر وحو كحكايودو كشغاي تابعين تقار كود يا ائمه قار كود اني سدا كراهيستين والشعبي عامر بن شراحيل وحو اها culamadii taabiciinta ayuu kamid ahaa aadna waa u xifdi badnaa oo qaybista wax qaybsan yahay wax badan buu qaybsanaa waxaa laga sheegay inuu yiri ma katabtu sawdaa bibayda hal madaw hal cad kuma xariiqin yacni weliga ninka wax qortay ma ihi haddana xadiis mar lay sheegay isma odhan ma mar labaad lagu socdiyo yacni halka mar baan ku qaybaa hal madawna hal cad kuma xariiqin walxasan albasriyi waa imaamkii aimada taabiciinta kamid ahaa ياتك وحكمه بضنا تفتقت من لسانه الحكمه عرب كيسا وحكبر قضي حكمه فربضن اي كبر قطي حسن ابن يسار بالورنشري ومحمد ابن السيرين يا محمد ابن السيرين يسقنا التابعين تكمده والرقي ولما موالد اها والنخعي يا ابراهيم ابن يزيد النخعي يسقنا من صغار التابعين واحمد واسحاق امام احمد يا امام اسحاق هاي هاي لبا امام وين بيا هاي حق أصوشة إيه حق فروعنا ويسكوا فقصنايانو سيدة بضن إسحاق إيه أحمد اسمه خلاف شرين مسألة اللي يلاه ذو إمام أحمد ساسو كتغي رواية روايات كيسا كم إذا كل وحوا فقصنون إسحاق مركا مذهب كي إسحاق وحو كل حشراؤون يعني روايات كا إمام أحمد وكتغي أنهم كرهوا ذلك إن السيدة النعين وكراهي يستين أيو كشاق وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور وحلق الشاقي أبي حنيفة يا محمد بن حسن وصاحب كيئة يا أبي الثور ويساقنا إمام بو مركاءها أي ماذا يقرن يصدحات كمدا أنه لا بأس به إنا وحد بكسقنين أي أنت أنا لغشان وهذا مقتضى مذهبنا سيدة مركاء أبو حنيفة يا محمد بن حسن يا أبي الثور لغشان وسيدة مذهب كيقو كان صنيه أي إمام النووي رحمه الله خلاص صدى مسألة وحي كصاب صنطهاي يدو قرآن بدن روح آن وآخرين آيات سجود كلية انتو آخرين ما سجود كراه سوى كراهية إنسالة سمية حران إن أهي والإسلوء قليه لكن نوع كراهية مياه كترتا سوى أرن اسكفران وآن ديب كسوني لبدا قول بشيخ هو الشيغي حانو مركا تلمامي سيدة الدنباء أيو تلمامي إنو مركا كان سنة أيو مذهب كرا هذا مركا قريها كراهية السينة دليل قارو أي أكينين ما شفتو نوعا ما إن وحوي سجود دقار أن لوغو قصدين وآيات سجود كلية لوغو كافتو من أما آيات داي آيات كحكتا أن لوغو كافتو من إنسيدا لغفي عن يهي آية المامية مركا على كل حال ليبكم الصغنة فصل إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه فصل مركو قرب عنوان كأراعين أيوه مرنا وحقلنا يا لبضع قوس معقوفتان كلا يلاهدو مرنا مقلنا وحو مرنا وقلنا يا مرنا أنو قلنا وحي تاهي فصل في اختصار السجود يا ميلاها اللمت كي آنو على مدى قلن وحي نقونا إسا عنوان كوينو كمي دي هاي تبويب كي نووي كمي دي هاي ونووي مرنا وحكو كافتو ما فصل كليا إنو قرو مرنا وحكو سيدرا وحو فصل ويا هاي إنو سيشاقو مركا آنو فصل كوحو كساب سيئان السي الشيقين اقريها مطابع دو الطابعي اي عنوان كأسامييين بين لبضا قوسين نوع عاسا اي اي قليان معقوفتان باليا اما معقوفتان وانا علامة الزيادة ما شئي وحلق الضري علامة الماميسو ما
marka calaamada ay ka maran tahayna waa tabwiibkii nawawi ayay noqonaysaa hadalka fasalka raaca idha kana musalliyan munfaridan sajada liqiraati nafsi ruuxa hadduu ahaado mid tukanaya munfaridan xaalu keligii yahay tukanaya sajada liqiraati nafsi waa u sujuudaya akhrinta naftiisa uu akhrinayo qiraati nafsi maxaa loo jeedaa bimacnaa qur-aanka akhrintu isagu akhrinayo mowduc sujuudeed hadduu yimaado waa sujuudaya falow taraka sujuuda tilaawati warakaca hadduu ka tago sujuudu tilaawihii ka tago intuu akhriyey mowdiceedii warakaca una rukuco salaadii salaad gudaheed buu mowducii sujuudu tilaawaha akhriyey deedna ma sujuudina waa rukuucay summa araada an yasjuda litilaawa rukuucdii markuu rukuucay dabadeed ayuu wuxuu doonay inuu sujuudu tilaawihii u sujuudo lam yajuz ma bannaana sababtuna waxay tahay maxalkeedii baa tegey maxalkeedii waxay ahayd markii uu akhriyey aayadda inuu sujuudo markii mar haddaanu sujuudin oo rukni kala galay dib kalama iman karo isagoo salaaddii ku jira waxay noqonaysaa salaaddii inuu wax ku kordhiyay noqonaysa waayo rukuucdu ma aha maxal sujuudu tilaawo lala yimaado ma aha fa in facala maca alcilmi hadduu sidaas sameeyo isagoo garanaya lala qabo marba hadduu rukuucay sujuudu tilaawaha maxalkeedii inuu tegey isagoo sidaa garanaya oo aan la sujuudaynin isagoo sidaa garanaya hadduu sameeyo oo sujuuddii uu dib kala yimaado salaadda gudaheeda batalat salaatuhu waa buraysaa salaaddiisu oo waxay ku buraysaa ziyaada ayuu geliyey oo badheer u geliyey wa in kaana qad hawaa ila arrukuuci hadduu u hoobtay rukuucda uu rukuucaayo xaggeeda u hoobtay waxaa kala jira hawaa iyo hawiya hawaa yahwi iyo hawiya yahwaa hawaa yahwi waa hoobashada la foororsado ama hoos loo kaco hawiya yahwaana waxay tahay waa jacaylka wax la jeclaado marka labadu waa kala duwan fajcal af'idatan min annaasi tahwii ilayhim tahwii looma jeedo ay jeclaanayse u soo hoobanaysaa loo jeedaa oo u soo ilanayso wa in kaana qad hawaa ila arrukuuci hadduu ahaaday shaqsigaa tukanayay ee sujuudu tilaawaha mawdiceeda akhriyey mid hoobtay hadduu yahay oo xagga rukuucda u hoobtay wuxuu doonayay inuu rukuuco walam yasil ilaa xaddi araakiciin oo aanu gaarin dadkii rukuucayay xadkoodii mawdicii rukuucdooda aanu gaarin ee weli rukuucdii uu ka sokeeyo oo dee dib ay kaga dhalato war haba rukuucine iska sujuud aayaddii sujuudu tilaawaha ba akhriyey rukuucdiina weli ma gaarin waase ku sii socdaa wuxuu u soo foororsaday inuu rukuuco rukuucdiise ma gaarin jaaza an yasjuda litilaawa waxa bannaan inuu sujuudu tilaawa u sujuuda waa bannaanta walow hawaa lisujuudu tilaawa hadduu u hoobto oo u soo foororsado sujuudu tilaawe suma badaa lahu doodna ay u muuqato inaan u sujuudin wa rajaca ila alqiyaami doodna uu ku noqdo istaagii uu ku noqdo jaaza way bannaanta oo dhibi kuma sugno amaa ida asqa almunfaridu hadduu soo iisho miyaa almunfaridu bisalaati kii salaadda la kelida noqday keligii tukanayay wuxuu u iishay oo u soo hoobtay liqiraa'ati qaari'in fi salaati qaari qiraa'adiisa daraaddeed buu u soo hoobtay fi salaati salaadda gudaheeda ku akhrinaya qur'aan aw gayriha ama salaadda gudaheeda waan ku akhrinayne gaarkiisa qur'aan isaga akhrisanaya isagiina waa tukanaya huwa munfarid mid kalena qur'aan buu halkan ka akhrinaya mawdic sujuudu tilaawe ayuu qaarigaasi akhriyey ama mid qur'aan akhrinayo salaad gudaheed ku akhrinaya ha yeeshee al imaam isaga u ahay oo gaarkiisu isaguna u tukanayaa qiraa'adiisina waa u baxaysaa mawdic sujuudu tilaawe akhriyey ninkii munfaridkaa wuu maqla falaa yajuusu lahu an yasjuda uma bannaana inuu sujuudo sujuudu tilaawa walow sajada maca alcilmi batalat salaatuhu hadduu sujuudi lahaa maca alcilmi inuu og yahay lala qabo inaan isagu sujuudu tilaawo aanu sujuudaynin mar haddii imaam u sugnaaday aanu akhriyin ee ruux kale oo shaqo aan ku lahayni oo imaamna aanu ahayn yaa oo qur-aanka akhrinayo salaad mar hadduu ku jiro salaaddaa xidhayso iskama sujuudaayo oo sujuuddani salaaddii waa ka baxsan tahay hadduu isagu akhrin lahaa salaaddii waa soo gudagasho dee qiraa'adiisii ayaa sujuuddu ku jirtay haddii imaamkiisu akhrin lahaana iyadana waa saa si leego imaamku sujuudo markaana waa taabico salaadiisu waxay taabic u tahay salaadda imaamkiisa laakiin ruux kaleoo salaad gaar u tukanaya isaguna munfarid uu yahay salaadiisu salaadiisa kuma xidhna oo taabicu ma aha ruux kaleoo aan salaad tukanayna iska qur-aan gaar isaga akhrisanayana
سجود التلاوة هو موضع ساخريا والسجود هي يدنا مركب ما يمرس هذا يدعو الزيادة والصلاة دي قريو حال كعين كاس الصلاة دي سوى بريس شيخ وحاول نوت المامي أحكامه تعلق سجود التلاوة تعلق أحكامها سوى حكم إذا روحي منفرد كأها الصلاة كان أيي هذا القرآن كي يسقوا أخريه موضع سجود أخريه وسجود يا إشكال مره لكن هذا موضع كل سجود واي الركوع والقلي ركن جي قيام وكبح ركن كلا الركوع أبو كل حشرة من السجود حالك عين كاسم السجود كرو أضرب كلام إيمان كرو فات محلها موضع دي واتي وحين نقول إذا صلاة دين وحبو كردي مركه هذا قرن أيه إن موضع هذه التجيء آنو إن السجود أين أهين مر هذا الركوعي السجود التلاوة آنو ضيف كلا إيمان كرين هذا برير ولا يمد سجود التلاوة هي صلاة وكبريس هذا لكن ركوعه بتو ركوع دي آنو جارين والسجود كرا ويهو بشرا الصورة ذا وحي السؤال تاعي تين الركوعه بنا يي إن السجود هو بنا يني يدم بكرة بدلا مر هذا نحد الركوع جارين وحين نقول يسوى سجود كرا أول محل كيدي مود التجين هذول لكن سجود التلاوة مركه رأوها بطي وكولع كرايو أنت آنو قارن يعني قيام كيسي وكنا غنقرا لبكم الصغنا إصابة منفرد والصلاة كان ينا قارئ قرآن آخرين إياه أما الصلاة كلها تكن إياه آنو إصابة أين إسكحر نايب وإمام آنو أهي أما قارب قرآن كهو آخر سنة إياه وما السجود أي حال كأو الصلاة دا قده هيدا كتر هذا أنو الصلاة قده هيدا كتر هرين نصارقنا إنو السجود أي قراءة قارئة موضع سجود أخري إنه السجود أيو تأود السجود أيو إلهي درتي وإنه صارقنا ويبنانتا لكن هدو الصلاة كتير مايا خطير لعضو الصلاة دا قده هدا إنه كلي ما دؤون قرنا يؤون بريري حال كعين كاسوين الصلاة دا كبرتها أي وحين نقول إنسا الزيادة في الصلاة وقال القليمي مع العلم دا قيد كاللو قيدي وحلقا قادنا إياه هدي أي علم أين أهين عذر إنه السوقنا ووحيا لها بريد هدي الغلي ما دو صلاة بورينا يا هدي سهو الغلي ما دو إن بورينا يا كمر دالنس جهل يقولنا والله ميت نسأل الروح بان قرنين وحين الصلاة بورينا يا ترى نوح الليمي وحين الصلاة بورينا يا أيو الليم الصلاة كم بوريس والجهل يقى يا نسيانكو وعذري باب مأمورات يا باب منهيات مركل الشيء يا علماء ذو فرق الشيغان فرق يا سواحي طهي أدور روحه شيء واجب أقطعه garasho aan aanu garanay ama shay rukniya ama shay waajib ah uga tago garasho aanu garanay waxa loo oranayaa la kaalo khaasatan shay wadu rukniyay tii shay ma baa saxayo ila rukniga la yimaado marka jahli iyo sahwi si looga tagaba in la yimaado mooyey ma saxay irji' fa salli fa innaka lam tusall babki maamuraatka waajibaatka arkaantii oo kale in kani ma garanay lama oran mar hadaalad garanayn معذور بعض هايده وحيد دنبون سكيل على المرة محونا بيقول ارجع فصلي فإنك لم تصل لأن محولي مركو تكذي هذا المرة لما تسيل يقول هذا المرة صدي حد يقول أيه والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني عن كل أرطي لها قصاد رأي حال هذا النبي تهاي سلا سئان أهين قرن ما يهجاتين ما يئبر مركو تاسو حي عضيني سائل الجهل وقتلي هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وشيو الله ميت من نام عن صلاة أو نصيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك في الصلاة إلا هو أما كالسيح ضاهت كذو مركو حصوصه كفار إلا لي ما دأنا أهينا إلا ذاهي بشكتو لكن باب كمنهياتك أما محظوراتك مركو يتعي هدي النسيان أما الجهل أي ودعضه وحين غنيسا إنه حوي وجوده كعدم شريتان كي سوحا محظور كي ودعي تشرا waxay ka dhigantay sidii waxaan jiriin atay culimadu qaaidaan ilaahdan in al jahla wan nisyana yaj'alan al mawjuda kal ma'dum wala yaj'alan al ma'dum kal mawjud qara shawaga iyo ilaw shiihu waxay ka yeelan waxa mawjud ka jira xasilay sidii waxaan jirin bay ka yeelan ka lam yaqa salatu ku hadlay ma garanayn in salada lagu hadlo waxay ka dhigantahay ka anna hada al kalam lam yaqa مر هذا يكاد يجنت هاي هذا الكاسين أنا نبدي عينه كلا كاد يجنت هاي نسرادي كم بورين سأسود إنك الصحابي جاءها السرادة جودي هذا كوه هذا لي وسكل أمي ياه
maa sha'rukum tanduruna ilay ya in baa hindisay markaas ninkii waxa uu yiraahdo alxamdulillah markaas uu dadna isna wuxuu ku yiraahdo arhamukallahu wa tashmiti wa mukalama isagi la hadlay markaas dadkii hoosta ka soo eegeen waxa arkay in ilqoodha laga soo eegay markaas uu dad markaan la hadlo wuxuu waa sukla ummiyah hooyo yinkin goblantaye maa sha'rukum tanduruna ilay maxuu xaalkiinu yahay iga soo eegaysaan markaas waxay u tilmaameen inuu aamuso waa iska aamusay nebigu sallallahu calayhi wasallam markuu salaada ka baxay ma dagaalin ma maagin wuxuu yidhi ima garaacin imana dagaalin mucallim ka tacliim wanaagsan horaysiyo dambaysatoona maara wuxuu igu yidhi buu yidhi ina hadihi salaata laa yaslixu fiiha shay-un min kalaami annaas hadalka in dadka lala hadlo salaada kuma bannaana ya salaadu waxay tahay inuu u sheegay ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل صارت ومحي وباب محظورات لا باب المأمورات باب كيدو ووحيانه محظور كها شيء محظور كحرانت أنا أما منهيات كأنا حدو حوي جهلي والروح وغدعه يعني وحوي جهلي قاسا وحكي إليا يعني موجود كيس معدوم وكلو كيليا إذا صلاتي دي سيحبك مبري نسيان كنا أساس القرآن أوكي حديث كأي كسار وطي هدو الروح إساقو الصومان إس إلاو أو وحعنو أما وحعبو فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه صوم كي سهر لما يسر وإي إلهي باقودي أو ورابي ساساوي صوم كي سهر تام يالو هر لما يسر باب المحظورات كوحي كريبان علماء وهي حقوق آدمية وإتلاف باب الإتلاف يضا الضمان كيدو حرماي وهدو قرى الشواء آنو قرنين أما النسيان والروح مركا وحوي حق الغير وإتلافية وبابية حابو موضة يوحنا سيقون لي أما روح موضة ينو يهي حلال الدم الروح مسلم الدلي في معركة الجهاد إساقو قال دي موضة خطر مكو دلي توحو النغنى يدي الخطأ أبو النغنى خطأ إن قال كيمان يسنة القرآن كابشري وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتح الرقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا على كل حال قاعدة سوى مسألة بالله مركا وحوية مع العلم وحكو الشيقية أدي وقرن أيه قيد كاسي وحوية لا بطلان كصلاة بلوس ولو سجد مع العلم بطل صلاته أما المصلي في جماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد كي تكنا أي الصلاة جماعة قده يتكت تكنا أي فإن كان إماما هذا يساقو إماما هذا دتك تكين أي فهو كالمنفرد عشي هذا إن الصلاة الشيخ يوحو كلام مديه منفرد كيبو كلام مديه أو تقراء هذا الروح كلا مربه هدو إمام يهي قراء هذا الروح كلا ومسجود أي ولو مأمومين تي كحدنا قار كودين عدك الصرع وقعوا آيات سجودات أخريان هبا النقطة وهي صلاة دا إمامك تابع معها صلاة دا مأمومك هو عكسك صلاة دا مأمومك صلاة دا إمامك تابعها فإن كان إماما فهو كالمنفرد وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه هدو سجود إمامك أخرين تا إساق نفتي سو أخرين أيوه أودد السجوده وجب على المأموم أن يسجد معه وحكو واجب مأموم كي كحدنا الصلاة كقد يني إنه لا سجودا كواجبتي فإن لم يفعل بطلت صلاته حتى نصد الصمين مأموم كأكهر لا سجود وايد إمام كيسي سجودي سجود التلاوة أون أقيهي صلاة مأموم كوابريسا فإن لم يسجد الإمام حتى إمام كأنه سجود موضع سجود التلاوة إمامك أخريي هيا شأن السجود لم يجز للمأموم وما بنانك مأمومك هيا إمامك كحرنا إساقو إنو السجود وما بنانا ومخالفة إمامك إنتو السمعي إمامك وأن سجود إسكما السجود كرم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإن سجد هدو إسكا السجود بطلت صلاته صلاة سوى بريسان حلو شيء ذا استوى عامد وعالم قالوا شيء ذا يعني قرنا أيانا استوى جانا إن الإمام كسجودين نؤ
لكن هدو السهويه ويصير هذا إمام كواس سجودي يدوى كدوتي. ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد. هيا شو حلت على السنية والله فضل يا عمل الصنين يا إنه سجوده ما ممكن إذا فرغ من الصلاة مركو صلاة كفارقه ولا يتأكد مؤكد من نغنى يسمى متأكد من نغنى يسمى نسبة ديس أي متأكد من نقوم ويدي تحل إلى أخري آية وقتك سوريني وفصل أيامي فصل كالصوص عدنا الشيء قدنا فصل كالدارية فصل انت أود حيصة هذا ديراتي هذا قابطة إسكا شيء قدنا. ولو سجد الإمام هدو إمامك سجوده سجود تلاوه ولم يعلم المأموم كي إمامك كحدنا آن أغان إنو إمامك سجودي حتى رفع الإمام رأسه من السجود وحان أغان إلى إمامك كر وقع هذا يم مدحيس السجود كر وقع هذا يم أغان حكوره له أغاد إن إمامك سجودي مركو كصو توص إمامك فهو معذور في تخلفه ومد لو عذر يعذر دار صاحبه حرستا وكهري إمام كأول السجود وهي معذور وهي والله عذر داره عذر دار بهيستا هيا شمرك وقادم الله يمنكرا ولا يجوز له أن يسجد وما ربنا إنه مركز سجوده وهي إمامك وكسو توصو حالة المركة إمامك ساجد معها مركة وحي كرد غنطة إنه محل كيدي تلي ولو علم هدو أغاده مأمومك والإمام بعد في السجود إمام كرور السجود دي كسو غيهي والحال الإمام بعد في السجود إمام كرور كسو غيهي سجود وجب السجود وحواجب سجود واجب كؤم مأمومك وإنو حليلا وسجودا فلو هوى إلى السجود هدو أهبت السجود فرفع الإمام إمامك أمضح الصرع وقعده السجود كالتوصى وهو في الهوي أما في الهوي لبدا والله ضبطيا والله بلغه وهوى يهوي هويا وهويا ولا من مصدره هويا يهويا إصلا هو بشدي كتشرة أي إمامك التوصى السجود كالتوصى رفع معه والتوسية مصي وضع يو السجود ما أرنا يو قار مركا إلا بإلا ورئيسا كان السجود مأمومك قار بإمامك ككعي سجود سجود التلاوها إسك مصي وضع يو إسك مصي سجود يه وإنو إمامك لكع رفع معه ولم يجوز السجود سجودنا ما بنانا مركز مأمومك وما بنانا وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام ساسوكلوا هذا كي تاك تدرع إمامك لتركي سهوبتي إذا رفع الإمام هدو إمامك كتوس السجود ومدح الصرع وقاضو قبل بلوغ الضعيف إلى السجود انت كي تاك تدرع أن السجود دقارين كهر هدو ككعو أو وكعو لسرعة الإمام دقدق إمامك ودقدق أيه أي وكع يسقون وقاري واي وبطء المأموم يقابن تو قابن يكن مأمومك وضعيف استرتيبنا يو حوغا مركا يسا مركا يعني تاق درنو آن مركا سير دخساء السجود كريم وقت يقادن يسا انتو سجودي إمامك نوحوه حوارك الصعودة إمامك وعليرين إياه مركا مركا ضيعين كاتهي السجود وكو قاري واي لما السجود سيري وفعلهم كل راع هيا شيء انتو سجود يصير رفرا يأسي صعوده يا امر بتاب ريحيو با امامك يؤددك بضن با سجودك توصي يرجع معه على النقون يا ولا يسجد ما سجوده واما اذا كان المصلي مأموما وحال كان ينوش يا قي كي شماعة كنتو كان ايي الصلاة شماعة لتو كان ايو كتشري هذا موضع سجودات كنت ما أدو أحكامت هذا أي كهض يا شيخ وحوك لقاضي إنه إمامي هي إنه مأمومي هدو إمامي هي وحلم ذي هون منفردك وقراءة النفتي سنواء السجودية قراءة عدك لنا دو ما السجودية إمامك هدو سجودنا مأمومك وإنه الرعاية ولا سجودة وكما هاري كرو السجود دي إسكمت دين كرو مأمومك إساقو أوك إمامك إسي سجود التلاوين السجودين
إنما جعل الإمام ليؤتم به. إمامك وحا إمام الوغرد إن لقد إذا درادي، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. هذا تكبيرته الله أكبر إلى هذا كذب تكبيرته، هذا الركوع أنا كذب الركوع، هذا السجود أنا كذب سجودة، هذا إمامك أنا السجود. وموضوع السجود التلاوة أنتو أخريي السجود كتغه ولا قفي عينها السداء إنه السماية، لكن فعلا هذا يدعو ما ممكن إسكما السجود كرو كريج إسكما توعصن كرو إلا منفرد معه يعني إسقو قراءة ما أخرين منفرد قراءة أخرين معها صلاة دي سلاة إمام بيكو حرنت صلاة إمام هذا يكو حرنت هاينا إمامك هذا السجود ما سجوده شيخ لكن اجتهادان وحيولي وحلتش على الصنع يهدو صلاة كبحو إنو سجوده سجود التلاوة واستدراك مركض بالله ينادو دليل خاص وخصة أروري متشرو لكن استحبابا أي شيخ صوت الماما إمامك هذا السجود ما ممكن أن أغينا أو أغادي مركو إمامك كتوصي دي بكلمة إمام كره ما ممكن مركز سجودي أو يدو إمامك أن الساجد أهي ما سجود كره هذا أغا أو يسير الله سجود إمامك أغاد السجود يكون غاري ويوكا صهران كعنا مركانا إسكما السجود أي وكا صنغنيا ويا سجود كتوصي هذا إلا متابعي ولا راعه إلا الصلاة هن سجود وقمم إذا هن صلاة باكا أوليس هاريطان كوكا هرينا هدان أغين معذور بي وحكا نشيخ ناتر مامي خير ضعيف كأها وصاصو كلا مركا وحوي سجود وإنو كقارا سجود التلاوة ما ممكن وإنو إمامك كقارا إهدان كقار يعني ما سجودي وأما إذا كان المصلي مأموما أدو يهي كي صلاة كان يهي مد مأموم وإمام كحران يهي فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه لو مد بإنو سجودا وما بنانا قراءة ويساو قار كي سأو آخرين يهوس وآخرين لو مأموم قراءة وهوس وآخرين كراء قراءة وهوس وآخرين يهدو آيات سجود كترته وآخريه ما سجوده ويوحاحره متابعة إمامك باحره سرادس مستقلة ما إذن إمامك ساهين قراءة آخر ذن أسجود ما فإن سجد حضر لعض قراءة نفتي سينو إساق السجوده مأموم نؤيهي بطلت صلاة سرادس وابريس وكذا إذن إمامك ساهين قراءة آخر ذن أسجودنا يذن سرادس وابريس ويكره له قراءة السجدة حلوك راهي سنة يا مأموم كإنو سجدة أخريه يعني موضع سجوده دينه أخريا يعني مكروه بين مركان نسبة دي سوطة ويكره له وحكر له كره يسأل الإصغاء إلى قراءة غير إمامي إمام كي سعيد أنا هين قراءة أخرين أيان إنه ودك رار عيانا وحيوته مركان مكروه بين نسبة دي سوطة على كل حال وحط الماما يا مع مومكو حو السجود يا أون قراءة إمام كيسا وموضع السجود الأخرية مركو سجود بو سجود يا لكن قراءة إساقو قارو آخرين أيي أما عد كران إمام كيساين قراءة آخرين أيي وما السجود أيواي متابعة إمام كايو كبحيا إمام كنا دائل للراعاء يا إمام الله غيير الكاين أقول شوقه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.